كيفكن؟ اليوم رح نعمل سوا صلصة الترياكي اللي شايفينها قدامكن. عطول أنا كنت أشتريها من السوق والكل هيك بيعمل، بس هالمرة قررت أعملها بالبيت واستبدلت كل المكونات الصعبة بمكونات موجودة بكل بيوتنا، لهيك هيدا الوصفة كتير سهلة وما رح تاخد معكن وقت، وصدقوني لما تجربوها رح تصيروا عطول تعملوها بالبيت. هولي هن كل المكونات اللي نحنا بحاجة لألون. رح نحتاج لتلات حصوص من الثوم. نحنا هون الثوم ما رح ندقه، رح نقطعه لقطع صغيرة، وهون بنصح الأشخاص اللي ما بيحبوا الثوم كتير إنه يعدلوا بالوصفة ويحطوا أقل، يعني فيكن تحطوا حص واحد من الثوم. كمان رح نحتاج لملعقة صغيرة من بهار الزنجبيل، واللي عنده زنجبيل طازة في حطه كمان بيطلع كتير طيب، بيفرمه صغير كتير وبيستعمل ملعقة صغيرة من الزنجبيل. كمان رح نضيف ملعقة صغيرة من زيت السمسم. بعرف زيت السمسم منه متواجد عند الكل، لهيك جربتها من دونه وبتطلع الطعمة كتير قريبة على الطعمة الأصلية، ففيكم بكل سهولة تستغنوا عن زيت السمسم. واللي بده يستعمل زيت السمسم ينتبه انه ما يستخدم ابدا اكتر من هالكمية، لانه بيعطي طعمة كتير قوية وبيطغى على كل الصلصة اذا كترنا. وبنحتاج لملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ولنص كباية من سكر الأسمر. وبالنسبة للسكر الأسمر فينا نستبدله بنص كباية من السكر العادي الأبيض أو نص كباية من العسل، بيطلع الطعمة هي ذاتها. منضيف عليها نص كباية من الصويا، فيكن تستعملوا أي نوع صويا بتحبوه، يعني قليل الملح أو عادي ما في مشكلة. ورح نحتاج لملعقة كبيرة من النشا. النشا رح يساعدنا إنه نحصل على الكوام الموجود بالسوق لصلصة الترياكي. بدنا أكيد ندوبون قبل ما نبلش الشغل بصلصة الترياكي مع نص كباية من المي. هلا صار فينا نبدأ بصلصتنا. كبداية رح فرجيكم كيف لازم يكون شكل الثوم. الثوم ما رح ندقه، بده يكون بهيدا الشكل اللي شايفينه بمكعبات بدنا نفرمون. وكمان بالنسبة للنشا والمي بدنا نحضرهم قبل ما نبدأ بالصلصة، يعني الملعقة كبيرة من النشا بنحطها مع النص كباية من المي، بندوبهم كتير منيح لأنه صلصتنا كلها بدها تنشغل على النار، فمتى دورنا النار على الصلصة النشا ما بيعود يدوب، لهيك أفضل تدوبوه قبل وبعدين تضيفوه على الصلصة. وهلأ بطنجرة صغيرة بنحط نصف كوب من صلصة الصويا أو الصويا صوص على نار متوسطة، وبدنا نضيف عليهم النصف كوب من السكر الأسمر. ومثل ما قلنا فينا نستبدل السكر الأسمر بالسكر الأبيض أو بالعسل، وبدنا نستمر بالتحريك ليذوب السكر كتير منيح بصلصة الصويا. وهلا لما نتأكد انه داب السكر كتير منيح منضيف الملقعة الصغيرة من بهار الزنجبيل، وملقعة كبيرة من زيت الزيتون، وملقعة صغيرة من زيت السمسم. ومثل ما قلنا زيت السمسم فينا نستغني عنه، بس هو بيعطي هيك طعم مميز للصلصة، بس اللي منه يعني ما عنده اياه ما في مشكلة ابدا، ما بتتأثر الطعمة. وهلأ من بعد التحريك شوي بدنا نخلي هيدي الصلصة توصل لدرجة الغليان، مثل ما شايفين بلشت تغلي. واول ما تغلي هيدي الصلصة غلوة وحدة دغري منوطي الحرارة على حرارة منخفضة كتير، وبدنا نبدأ بإضافة الثوم اللي نحنا قطعناه لمكعبات صغيرة. هون نحنا ضروري انه نكون خففنا على النار لانه نحنا ما بدنا نحرق الثوم، بدنا بس تكون الحرارة شوي عالية ليعطي الثوم طعمة طيبة للصلصة، بس بدون ما يحترق وما يتغير لونه، لانه مثل ما عارفين هيدي الصلصة نحنا بدنا نستعملها بالمأكولات، فبدنا اياها يضل شكلها حلو. وهلا بدنا نضيف النشا اللي دوبناه مع مي على صلصتنا، يعني نحنا كنا مدوبين ملعقة كبيرة من النشا مع نصف كوب من المي، وبدنا نضيفهم على الصلصة ونستمر بالتحريك
تصير عنا مزيج متجانس، وما تعطلوا هم إذا ما دغري صار المزيج سميك، لما يسقع راح يصير كتير سميك. وهلأ من بعد حوالي 3 دقايق من التحريك المستمر صار المزيج سميك مثل ما شايفين، وصار فيه اطفي عنه النار واتركه ليسقع. وبدنا نعبيه بمرطبان بيتحمل الحرارة. هلا اكيد اذا ما عندكم مرطبان بيتحمل الحرارة فيكن تنطروا ليسقع وبعدين بتعبوه بالمرطبان. كما شايفين لونها للصلصة مثل السوق هي ذاتها. وما بدنا ننسى انه صلصة الترياكي هي منا ديبينج صوص، يعني منا صوص مثل الكاتشب بغطس فيها يعني بطاطا ودجاج وباكل دغري، هي صلصة بتستعمل للطبخ. يعني يمكن هلا وقت تدقوها دغري يعني ممكن طعمتها تحسوها غريبة عليكم او ما تعجبكم، بس لما تجربوها بطبخكم ان كان مع لحمة سمك دجاج او غيره ما بقى رح تعودوا تستغنوا عن هيدي الصلصة. وبالمقادير اللي استخدمناها طلع عنا مرطبان وسط من صلصة الترياكي بتضاين فترة كتير طويلة إذا احتفظتوا فيها بالبراد. وهيدي هي صلصة الترياكي نفسها الموجودة بالسوق إن كان كطعمة أو شكل. وبنصحكن إنكن تحضروا فيديوهاتنا الجايين لأن رح نعمل وصفات كتيرة موجودة فيها هيدي الصلصة تتعرفوا كيف تستخدموها. وإذا حبيتوا هيدا الفيديو شاركوه مع رفقاتكن، عملولنا لايك وسبسكرايب.